لكل قصة بداية ونهاية، ومن بين سطورها بيكتب أبطالها الحكاية. فإما تكون قد التحدي، لإما في ظلامك هتفضل مستخبي. يا تكون صاحب عزيمة وإصرار، لإما هتفضل في الخلف باستمرار. ولأن النجاح بدايته إرادة وعمل، والحلم جواه مليون أمل، فلازم تقول إنك بشعاع من نور هتقدر تسور، وهتعبر الجسور، وهتبني القصور، وهتحقق الأحلام، وهيجي اليوم وهتبقى أكيد قدام. خليك قد التحدي، وبإذن ربي الصعب كله هيعدي. صباح الخير مشاهدينا، ويوم جديد من برنامج يوم في الخير. النهاردة فعلا حلقة متميزة جدا، ومعانا فقرات متنوعة. طبعا إن شاء الله النهاردة هيبقى معانا فقرة تقرير من محافظة القليوبية، وبالتحديد من مركز طوخ قرية كومباتين، عن حفل تكريم لأوائل حفظة القرآن الكريم. كمان هيكون معانا فقرة بدون محامي، اللي هيساعدنا أن يكون ضيفنا طبعا المستشار القانوني طلعت أبو الفتوح سلمان. ودلوقتي بنبدأ أول فقراتنا، وهي فقرة قد التحدي مع ضيفنا المشرفنا في الاستوديو طبعا، اللي احنا بنحب نعرف فيه، الباشمهندس محمود الريدي، رئيس إدارة أكاديمية نيو فيجن بمحافظة المنيا. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا احنا سعداء طبعا بوجود حضرتك معنا في برنامج يوم في الخير. وطبعا النهاردة عنوان الفقرة بتاعتنا قد التحدي، ويعني عارفة ان ما شاء الله مجالات حضرتك عديدة ومتنوعة جدا، فحابة ان انا ابدأ مع حضرتك اول سؤال، وهو عن النهاردة بنشوف شباب كتير بتتخرج، وللأسف الشديد في يعني انتشار للبطالة والهجرة وكده. فأول سؤال يعني حابة ان انا اسأله لحضرتك، من وجهة نظر حضرتك ازاي ان احنا نأهل الشباب لسوق العمل؟ انا عملت التجربة دي من 4 سنين بالضبط، التأهيل لسوق العمل. التأهيل لسوق العمل للأسف احنا مفتقدينه في جميع أنحاء الجمهورية. الطالب بيطلع من الكلية أو من الجامعة، هو كل دراسته بتبقى عبارة عن دراسة نظرية. فأنا استغليت الفرصة واشتغلت على الطلبة المدارس الفنية. تمام. المدارس الفنية عندهم كذا قسم، بدأت أجيب لهم المادة الخام بتاعت الأقسام بتاعتهم، سواء كان قسم زخرفة أو تفصيل أو تريكو. بدأنا نعمل مشروع اسمه مشروع التأهيل لسوق العمل. بدأ المدرسين اللي موجودين عندهم خبرات، بدأنا عملنا مشروع، دربنا الطلبة، وبدأنا نعمل معرض. تمام. تأهيل الطالب علشان يشتغل وعلشان يعمل إنتاجية مش صعب، بس هو عايز الطريقة وعايز اللي يرسم له الخطة علشان يوصل للهدف بتاعه. أخذنا في المشروع تقريبا 2 أو 3 شهور، بس انتهى بمعرض ملوش حل. فعندنا المدارس الزراعة، عندنا مدارس الفنية، عندنا مدارس الصناعية، كل ده ممكن تتحول من مدارس نظرية إلى مدارس عملية، مدارس إنتاجية بعد كده. وكمان يعني هو تعقيب لكلام حضرتك يعني أكتر فعلا من رائع، أنه يعني يمكن الناس اللي هي بصراحة يعني بيبقوا مثلا داخلين المدارس الفنية أو كده، بالظبط كده، مجرد مثلا الحصول على الشهادة فقط لا غير، مش مجرد هو بيبقى محتاج توجيه. بيبقى محتاج توجيه، عايز المدرس يوجهه ويعرفه يعمل إيه. لكن للأسف احنا في المدرسة او في المدارس الفنية بالذات بيبقى التدريب بتاعهم عبارة عن مواد نظرية علشان النجاح او السقوط، او عشان يعدي ياخد الدبلوم بتاعه وخلاص. فهو الموضوع محتاج شوية مجهود من التعليم الفني، ان ننزل مواد عملي وليس نظري فقط. لان المادة العملية هتطلع لك حاجة انتاجية، زي مدارس الزراعة مثلا بيبقى ليهم مبيعات حسب الأقسام بتاعتهم، سواء كانت ألبان أو دواجن أو مواشي. المدارس الفنية بيبقى فيها أقسام كتيرة، زي التفصيل، زي الزخرفة، زي التطريز، المشغولات اليدوية عامة. فأنت هتطلع إنتاجية من مدرسة. لو أنت عرفت تستغلي ده كوزارة التربية والتعليم، فهتطلعي مناطق توزيع. تمام. طيب يعني هل حضرتك النهاردة كان البرنامج اللي حضرتك عملته عن التأهيل كان خاص بس بالمدارس اللي هي الفنية أو التجارية، ولا كان برضو بيشمل مثلا طلاب الجامعة اللي هم بيبقوا
خارجين مثلا من سنوات يعني من الجامعة برضو أو كده من الكليات المختلفة، وعايزين برضو إن هم يتأهلوا مثلا لسوق العمل. بصي، انا مهتم بالتعليم، من المهتمين بالتعليم، اشتغلت على الاهتمام بالتعليم ده من سنة 2012. تمام. بدأت حكاية نيو فيجن، انا بسميها حكاية نيو فيجن ليه؟ لان احنا بدأنا الاول، بدأت كشخص فرد. تمام. بدأت يعني من تحت الانترو الصفر. اللي انا قلته انا كل قصة بدأت حكاية. من تحت الصفر. يعني ايه من تحت الصفر؟ جهاز كمبيوتر وطبعا فقط لا غير. تمام. من 2012 كنت واحد، وحطيت خطة لنفسي خلال السنة ان هعمل واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة دي ان انا يبقى عندي مكتب خاص بالكمبيوتر، سواء كانت بالطباعة او بالدعاية والاعلان. شوفي، بدأت من الدعاية والاعلان في الاول. تمام. اشتغل معايا فرد اتنين ثلاثة خلال السنة. آخر السنة كان معايا حوالي 7 أفراد. تاني سنة بدأت أطور من نفسي. تمام. ثالث سنة بدأت أزود النشاط أكتر. تمام. فاهماني؟ فهي بدأت كدعاية وإعلان، وكنت حاطط خطة خلال 3 سنين إن أنا أعمل أكاديمية تدريب. أكاديمية التدريب الفكرة بتاعتها تدريب أي خريج أو أي فئة من ابتدائي أو من كي جي 1 إلى ما بعد الدراسة. تمام. لسوق العمل. تمام. بمعنى ايه؟ الأطفال بنشتغل معاهم حاجة اسمها تنمية المهارات أو تعديل السلوك. وأنت عارفة الفترة اللي احنا فيها، تعديل السلوك بيبقى صعب جدا للأطفال. طبعا. بعد كده للفئات الأكبر، أكاديمية تدريب كمبيوتر ولغات التنمية البشرية. عايز يتعلم كمبيوتر، هو طالع من الكلية ما عندوش أي مادة علمية. بندي دورات كمبيوتر، كمبيوتر في جميع التخصصات، سواء كان أوفيس، سواء كان فوتوشوب، سواء كان 3 دي ماكس وغيره. التنمية البشرية، جميع تنمية الموارد البشرية. اللغات عندنا الإنجليزي والفرنسي والألماني. فإحنا بنأهل الطالب أو بنأهل الخريج أو بنأهل أي حد مهتم بالتعليم لإيه؟ لسوق العمل. تمام. طيب يعني أنا برضو كنت حابة أسأل حضرتك، يعني أكيد حضرتك مثلا كمركز تدريب، إن إحنا قابلنا يعني حضرتك قابلت كم هائل مثلا من الطلبة أو حتى من اللي هم الموظفين مثلا مع حضرتك أو كده، يعني إيه أهم الحاجات السلبية اللي حضرتك بتشوفها في الشباب، ويعني نفسك يعني نفس حضرتك إن هي مثلا تتغير بالنسبة للشباب؟ هي مشكلة الشباب الخريجين في الفترة الأخيرة من 2018 ل 2020 إن الشاب عايز يتخرج من الكلية يشتغل مدير أو يقعد على مكتب، مش عايز يتعب، هو عايز يبقى مدير بشكل عام، أو عايز سالري عالي، هو مش عايز يبذل مجهود شوية علشان يكون حاجة. تمام. نصيحة لكل شاب، اتعب شوية، انت لسه ما عندكش الخبرة، ما عندكش الإمكانية. هو طبعا يعني معلش بدون مقاطعة لحضرتك يا باشمهندس، دول ذوي الاحتياجات الخاصة، دول أطفال ذوي احتياجات خاصة، داون أو ذوي الهمم. مركز السراج مركز هو السراج مجموع، هو مركز تابع لأكاديمية نيو فيجن. تمام. احنا مجموعة من النيو فيجن دعاية وإعلان، ونيو فيجن نادي براعم من الطفل، ونيو فيجن مركز السراج. ما شاء الله. كان دول حافظة القرآن الكريم من نيو فيجن. لا، من ذوي الاحتياجات بعض ذوي الاحتياجات الخاصة، بعض ذوي الاحتياجات الخاصة. يعني طب جميل جدا خاصة. جميل جدا. دي احتفالية تقريبا كان يوم اليتيم. ما شاء الله. تمام. يعني احنا برضو يعني فئة ليست بالقليلة، يعني انتشار الاعاقات او ذوي الاحتياجات الخاصة، وللأسف الشديد يعني شايفين ان المجتمع ما عندهوش لسه ثقافة، يعني بصراحة يعني نتكلم بصراحة، يعني تقبلهم مثلا او ان هم لا ممكن التقبل ولا الدمج. لا إيه؟ التقبل ولا الدمج. يعني للأسف هو عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة ده شيء بشع، المجتمع بيعتبره كده، وخصوصا في الصعيد. خصوصا في الصعيد، مع العلم انهم يعني منتهى البراءة، يعني احنا بس عايز طريقة للتعامل معاهم. تمام. بس انا عايز اوضح حاجة، هو بعض ذوي الاحتياجات الخاصة او اللي بيوصل بعض الاطفال انهم يكونوا كده، اسباب بتبقى سوء تربية او سوء سلوك من الام في التربية، او اهمال من الام بسبب انتشار الموبايل، انتشار الطفل طول الوقت ماسك الموبايل، فبالتالي بيحصل
تأثير سلبي على الطفل، يبقى عامل زي الإدمان فعلا. هو إدمان، هو نوع من الإدمان اللي احنا مش حاسين بيه في الوقت الحالي. بس بعد كده تحصل كوارث للأطفال بسبب بعض الألعاب اللي بتودي للانتحار عند بعض الأطفال فعلا. فدي كلها كوارث، لكن ذوي الاحتياجات الخاصة هم أكثر من البراءة يعني. تمام، معلش انا طبعا قطعت حضرتك، بس عرضوا معانا الفيديو. يعني انا حابه برضو ان حضرتك تكمل رساله حضرتك للشباب. فكره الشباب ان احنا محتاجين شباب عنده خلفيه عمليه بالظبط وليس نظريه فقط. تمام، محتاجين شاب يطلع يبقى عنده لغه، عنده خبره في مجال الحاسب الالي. مش اللغه، مش شرط انجليزي بس، لا، عنده لغه في المجال اللي انت حابه. تمام، انا بؤمن بحاجه اسمها التخصص. يعني لو انت متخصص في حاجه اشتغل فيها. تمام، مش ابقى مثلا خريج اعلام واشتغل اي حاجه يعني. اروح اقدم، لا انا عايز اشتغل اي حاجه، مفيش حاجه اسمها كده. تمام، انت عمرك ما هتتقدم طول ما انت مش حابب الحاجه اللي هتشتغل فيها. تمام، هي دي مشكله الشباب في الوقت الحالي. مشكله الشباب انه مش عايزين يتعبوا في شويه قرايه، يعرفوا الشغلانه اللي هيشتغلوها دي عباره عن ايه، ويبداوا ان هم يطوروا من ذاتهم. ما فيش حته التطوير دي، بعض الشباب ما عندهمش حته او ما عندهمش القابليه للتطوير. وبحس ان هم عندهم حته السرعه، يعني كن فيكون. انا عايز النهارده عايز اعمل كل حاجه بسرعه 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 بسرعه. انا عايز اقعد على المكتب ده، عايز ابقى مدير في الحته دي. ما يعرفش ان عشان توصل للحته دي او المنطقه كتير دي كتير مراحل كتير. طبعا لازم، عايز خبره، وعايز خبره جامده كمان في مجال، ولازم تشتغل بايديك كتير يعني. انا عشان اوصل للي انا فيه دلوقتي الحمد لله رب العالمين، 9 سنين ما شاء الله، اشتغلت كل حاجه تتوقعها. كل المجالات اللي انا شغال فيها في الاكاديميه تقريبا اشتغلتها. تمام، يعني اخذت كورسات كتير جدا في ذوي الاحتياجات الخاصه عشان اعرف سلوك الطفل، واعرف اتعامل مع اطفال ذوي الاحتياجات الخاصه. انا مدرب كمبيوتر، خبير في جرائم امن المعلومات، وشويه شهادات كده مع بعض. انا معايا دلوقتي حوالي 197 شهاده مثلا. ما شاء الله ما شاء الله. فعلشان توصلي للمرحله دي او عشان توصلي انا كنت حابه بدون مقاطعه لحضرتك، قبل ما حضرتك توصل للمرحله دي، هل في موقف انساني اثر في حضرتك وكانت نقطه انطلاقه بالنسبه لك ان حضرتك توصل للي حضرتك وصلت ليه ده؟ هو لغايه 2016 او 2018 كان الموضوع عادي بالنسبة لي، اللي هو بيزنس أو استثمار. كان عندي ابني سراج اللي هو سميت باسمه المركز. كان تعبان، تعب 15 يوم تعب بسبب خطأ طبيب. قعدت معاه 15 يوم في المستشفى، بمعنى كلمة قعدت معاهم 15 يوم صعبين يعني، وتوفى. فقررت إن أنا أفتح مركز السراج أو المركز ده لذوي الاحتياجات الخاصة، لأن أنا شفت ناس كتيرة في الفترة بتاعت التعب بتاعته. وبعد كام شهر كده ربنا رزقني بطفل داون، سميته برضه سراج علشان أكمل المسيرة بتاعت سراج. ربنا يحفظه يا رب. إن شاء الله ربنا يحفظه يا رب. سراج هو اسم جميل جدا. الحمد لله ربنا يحفظه يا رب. هي الفكرة بتاعت إن أنت تشتغلي على ذوي الاحتياجات الخاصة. بس في نصيحة لبعض الأخصائيين والأخصائيات والدكاترة، أو لما تيجوا تتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو لما يجوا يتعاملوا مع ذوي الاحتياجات الخاصة، لازم يكون متمكن في التعامل، لأن في أخطاء كتيرة. وأتمنى أن يكون في رقابة على الأخصائيين ذوي الاحتياجات الخاصة. هي بقت عملية بيزنس. هو التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة عمره ما كان بيزنس. طبعا هو عمل إنساني بحت. إنساني بحت. لما تلاقي حد من ذوي الاحتياجات الخاصة محتاج خدمتك، محتاج تدخلك، أو أنت ما تعرفش، قول ما أعرفش، ووجهه لحد يكون متخصص في المجال كده. عشان كده بقول لحضرتك انا بؤمن بحاجه اسمها التخصص. سواء كنت خريج، سواء كنت دارس، سواء كنت الكورس، مش معناه ان انت تعالج او انت بقيت اخصائي. سيب كل حد للتخصص بتاعه علشان تبقى حاجه كويسه يعني. طيب، يعني احنا لو النهارده برضه يا باشمهندس بنتكلم على خطه علاجيه يعني بتكون شامله كل عوامل النجاح، فهل هنا دور الأخصائي فقط أم برضو في دور للأسرة لنجاح الخطة العلاجية للأخصائي؟ هي الأسرة، لأنه أنا بسأل حضرتك السؤال ده بدون مقاطعة لحضرتك، إن في بعض أولياء الأمور مثلا بتكون يعني بتودي ابنها للأخصائي، خلاص أنت تعامل بقى مع الابن ده، يعني مع ابني وخرج كل حاجة، أنا ماليش علاقة كده. حضرتك فاهمة؟ لا، الموضوع إن لازم الأسرة
تبقى مكمل للاخصائي. عمر الاخصائي ما هيجيب نتيجه لوحده، ولا الطبيب اللي هو معالج او متابع للطفل هيجيب نتيجه لوحده. هي حاجه محوريه بين ثلاث اشخاص. تمام. الاخصائي او المركز، مش الاخصائي بس، الاخصائي او المركز، لان المركز مش فيه اخصائي بس، في كذا فئه بتتعامل مع طفل ذو الاحتياجات الخاصه. من الدادة، الاخصائي، الجلسات الفرديه اللي بيتعامل معاه، حاجه علاج متكامل، لان كده هو كطفل برضو متكامل. والطبيب سواء كان مخ واعصاب او طبيب اطفال. تمام. والاسره سواء كان اب او ام او اخوات، لان هو بيقلد السلوك. تمام تمام. الاب والام بيتخانقوا في البيت، عامل نفسي. تمام. الاخوات بيصدروا الفاظ مش كويسه او بيتعاملوا معاه بعصبيه او عنفوانيه، لازم يبقى فيه ارشاد. فالاخصائي والطبيب النفسي او الطبيب المتابع للطفل والاسره هم الثلاثه مكملين لبعض. من غير الثلاثه مش هيكملوا بعض، مش هيبقى فيه استجابه للطفل. طيب، يعني انا برضو حابه ان انا اسال حضرتك على حاجه. يعني لو احنا النهارده برضو بنتكلم على ذوي الاحتياجات الخاصه، سواء مثلا اعاقه او اي شيء، بس هو بقى مش طفل، هو مثلا في مجال العمل، فهل في كورس في مجال العمل، يعني شاب مثلا مش طفل، فهل في كورسات مثلا خاصه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي هي بتاهلهم مثلا للعمل؟ لان هم مثلا فئه، يعني احنا عارفين ان الدوله مثلا حطت نسبه لان هم يكونوا عماله في كده، فهل في برضو كورسات مثلا ممكن ان هي تتاخد؟ عندنا طفل 18 سنه، شاب 18 سنه حافظ القران ما شاء الله، هو عباره عن طفره ما شاء الله. عندنا طفل واحد برضو شخصية تانية حفظ من حفظ القرآن جميل جدا، صوت رائع ما شاء الله، هو قابل للتعلم بس حسب الحالة بتاعته أو حسب التشخيص بتاعه. تمام. في حد بيبقى رياضي أكتر، يعني حالات الداون دي بتاخدي منها مواهب ملهاش حل. تمام. وبيحبوا الموسيقى أكتر، شخصيات رهيبة، هي متلازمة الحب. هي اسمها متلازمة الحب. صحيح. جميع اطفال جميع اطفال صعوبات التعلم او جميع صعوبات الاحتياجات الخاصه قابلين للتعلم. طيب، يعني احنا النهارده لو بنتكلم بس بمساعده الاسره، لازم يبقى في مساعده الاسره. مساعده الاسره. طيب، لو احنا النهارده عايزين نعمل يعني ثقافه مجتمعيه اكتر، لان عندنا مثلا حته ثقافه المجتمع دي، احنا بنتكلم بقى على ثقافه مجتمع. تمام, تمام؟ وهي اكيد مثلا برضو بتساعد في العلاج معانا، فيعني من وجهه نظر حضرتك ايه الاقتراحات اللي مثلا ممكن ان احنا نبدا ان احنا نطور بيها مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصه، بحيث ان احنا يعني نوظفهم بدل ما يكون اعاقه، لا ده يكون حاجه يعني مصدر قوه برضو وايدي عامله. عمليه الدمج وهي محصوله موجوده في المدارس دلوقتي، توعية الأسرة أو توعية الشارع المصري إزاي تتعامل مع طفل ذو الاحتياجات الخاصة، توعية الأسر ببرامج تلفزيونية أو برامج إذاعية إزاي التعامل، كيفية التعامل مع الأطفال ذو الاحتياجات الخاصة، الإرشاد، الإرشاد الأسري، الإرشاد النفسي، كل ده المفروض تبقى مواد أساسية في المدارس. تمام. عشان تبقى أساس في أي برنامج. ذو الاحتياجات الخاصة تنمية المهارات بتاعتهم بتودي ممكن تخليهم ينتجوا أطفال منتجين. بالظبط، بس ازاي نتعامل معاهم بقى؟ هي الفكره ازاي نتعامل مع او ازاي نتقبلهم في المجتمع. تمام. يعني انا طبعا يعني موضوع فعلا اكتر من مهم فعلا، ويعني بجد تشرفنا بوجود حضرتك معانا. يعني لو حضرتك حابب توجه اي رساله في برنامج يوم في الخير. اتمنى كل حد في الجامعه قبل ما تفكر ان انت هتتخرج وقبل ما تفكر في مشروع التخرج بتاعك، فكر انت خدت ايه في الدراسه، ايه الكورسات اللي خدتها، ايه الماده العلميه اللي عندك، هتطلع تشتغل ايه. بنصح كل حد في الثانويه عامه ما تدخلش اي كليه علشان المجموع، ادخل الكليه اللي انت عايزها علشان بكره وبعده هتندم ان انت ما اخترتش الكليه اللي انت عايزها، عشان بكره وبعده هتفيد نفسك وهتفيد المجتمع. بنصح كل اخصائي انه يراعي ربنا ويراعي ضميره في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة. بنصح كل خريج سواء كان ألسن أو تربية أو أداب لغات، سواء كان إنجليزي أو فرنسي أو ألماني، طور من نفسك أكتر.
لان انت بتطلع لسوق العمل ما بتبقاش عارف حتى تشتغل على نفسك كويس. بنصح كل حد لسه ما تخرجش ابتدائي او اعدادي او ثانوي، اشتغل على نفسك كويس. يعني ايه اشتغل على نفسك كويس؟ العالم مفتوح دلوقتي، ممكن تستفاد من الانترنت. دكتور طارق شوقي منزل، انا عن نفسي مقتنع تماما بالبرنامج، انا بسميه البرنامج لجميع الفئات اللي نزل. يعني مثلا برنامج اكتشف للمرحله الابتدائيه، نظام التابلت او نظام التعليم عن بعد بالنسبه للثانويه العامه او الكبار. ليه؟ هو بيخلي بيحس الطالب انه ابحث عن المعلومه، دور عن المعلومه. فاتمنى من كل طالب يعمل ده ويشتغل على نفسه بالشكل ده، وان شاء الله هتكون افضل باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. ويعني برضو تعقيبا على حضرتك، ان فعلا كل حلم بيبقى بدايته فكره، وكل نجاح فعلا بتبقى بالاراده والعمل. في النهايه طبعا بنشكر حضرتك جدا باشمهندس محمود الريدي، رئيس مجلس اداره اكاديميه نيو فيجن بمحافظه المنيا. شكرا جزيلا لحضرتك. ودلوقتي هنطلع في تقرير بجد من اجمل التقارير اللي كاميرت برنامج يوم في الخير من محافظه القليوبيه، وبالتحديد من مركز توخ قريه كومبتين، حفله تكريم اوائل حفظه القران الكريم. هنطلع في التقرير ده وهنرجع لكم بعد التقرير مع فقره بدون محامي مع المستشار القانوني طلعت ابو الفتوح سلمين. انتظرونا. صباح الخير مشاهدينا، وتقرير جديد من برنامج يوم في الخير النهارده من محافظه القليوبيه وبالتحديد من مركز توخ قريه كومبتين. جينا علشان حفل تكريم الاوائل الحافظين على القران الكريم، جينا النهارده علشان نغطي اجواء الاحتفاليه، فالى هنا. أولاً بنحب نرحب بالشيخ طارق أبو يوسف في برنامج يوم في الخير. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً بيك، نورتينا وشرفتينا أنت ومن معك جميعاً. والحاج محمود عبد الصمد شيخ البلد، بنرحب بحضرتك في برنامج يوم في الخير. الله يبارك فيك يا ست الكل، الله يكرمك وشرفتونا ونورتونا أنت وأسرة البرنامج جميعاً. ربنا يخليك يا فندم، الشرف لينا بجد أكتر من رائع. وإحنا لينا الشرف إن إحنا النهاردة نتشرف بوجود يعني بوجودنا معاكم. أنا بس حابة النهاردة يعني يا شيخ طارق تكلمنا عن الإجراءات اللي أنتم مثلا بتاخدوها علشان تخرجوا وتنظموا الحفل بالطريقة الرائعة اللي إحنا شفناها النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. أما بعد، هذا الحفل المبارك الكريم قام عليه الحاج عبد الحكم الشاعر جزاه الله خير الجزاء، والحاج محمود عبد الصمد الشيخ مشايخ القليوبية، وأنا بقولها لأن أنا عارف أنه أدها وأدود، خدت بال حضرتك، والأبلة ليلى ليلى فوزي عبد المعطي، وجميع الأستاذ محمود الشيخ محمود والشيخ إسلام والشيخ عبدود برضو شيخنا وأستاذنا الكبير الجليل الذي قام بالتعليم من الصغر إلى الكبر. وهذا مكان تعليم، وقد قال فيه الشاعر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا،
ويقول الشاعر الحكيم في شأن هذا المكان، لأن مكان علم، مكان نور، مكان أدب، مكان احترام، مكان تعليم القرآن، وأفضل شيء في الكون كله تعليم القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والشاعر يقول في شأن العلم: وما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وفضل كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. فهذا المكان المبارك أنشئ منذ 1991 عام، منذ 1991 عام، يعني ما يقرب من 29 عاما على حفظ كتاب الله. قام عدة أجيال، خرج أجيالا حافظين لكتاب الله، عاملين بسنة رسول الله. وندعو الله عز وجل الأستاذة ليلى والشيخ محمود والشيخ إسلام وجميع الحاضرين والأستاذة هند وجميع الحاضرين، كل من قام على تحفيظ كتاب الله وسنة رسول الله جزاهم الله خير ألف الجزاء وألف الشكر والواجب. أنا النهاردة برضو يعني حاج محمود ده كنت عايزة أسأل حضرتك، يعني التعليم الحقيقي أو إن دلوقتي رسالة حضرتك لكل أولياء الأمور اللي نفسهم إن أولادهم يتعلموا القرآن الكريم، يعني من سن كام مثلا؟ بنقول أولياء الأمور من سن 30 على أساس الطفل يعني يعرف إدراك نفسه، يحافظ على المكان ونظافة المكان، وحتى يستوعب التعليم. والحمد لله عندنا هنا أطفال كتيرة جدا، ثلاث مراحل شغالة، الدار شغالة ثلاث مراحل من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 10 مساء، ثلاث مشايخ بيحفظوا الأولاد، وبسم الله ما شاء الله، يعني حاجة حتى إضافة للنهاردة كان حاجة تفرح جدا جدا للبلد وللناس اللي حواليها كلها، والناس اللي شرفونا زي الشيخ طارق اللي هو بيساعدنا على الحاجات اللي زي كده، حاجات الخير، وأنتوا برضو شرفتونا ونورتونا. وشفتوا حضرتك إن في يعني إن شاء الله جدوى حلوة قوي قوي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل في قائم في جميع البلاد والعزب والكفور والأماكن المختلفة. أطلب من الله أن يكون هذا مثل هذا المكان كثيرا وكثيرا حتى ينتصر الإسلام. حيث يحين الآن اللقاء وحديث القلب والروح مع فضيلة الشيخ طارق سعيد أبو يوسف، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، فليتفضل مشكورا. فأنا أشكركم جزيلا حق الشكر وحق التقدير، ولكم كل الرعاية والحفظ والكلى، وجزاهم الله خيرا، وجميع الحاضرين والمحفظين والعاملين على هذا المكان. وأرجو رجاء واسعا، رجاء حارا، أن كل بيت يجيب أولاد يعلمهم القرآن، لأن اللي ما يتعلمش القرآن ويحفظ القرآن، سيدنا النبي بيقول ايه؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فذكر الله افضل الذكر قراءة القرآن. فاكتفي بهذا. اللهم ارزق عنا من الاهل القرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لابصارنا وذهابا لهممنا واحزاننا. اللهم ثقل به موازين حسناتنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا اماما وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا والى الجنة للخيرات واحسانا. اللهم يسر للحاضرين جميع الاسباب. اللهم اجعلنا احوة متحابين متآلفين متماسكين مستمسكين على كتاب الله وعلى سنة النبي الأعظم محمد رسول الله. اللهم ارزقنا جميعا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب اليتامى والمساكين اللهم ارزقنا جميعا شهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك الأمين. اللهم جنبنا الفتن في هذه الأيام ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لي في الحاضرين جميعا وزدهم خيرا ونورا وبركة، وجزاهم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبرده كان معانا من احد القائمين اللي شرفونا النهارده في الحفل، ممكن تعرف نفسك اكتر للمشاهد؟ احمد محمد الشاعر، ابن صاحب هذا المكان. عبد الودود الديب، القائم بالاشراف على تحفيظ القرآن الكريم بقرية كومبتين. وإحنا متعاونين جدا، إحنا بنحتاجش حاجة، الأهالي كلها اللي متكفلة بكل حاجة، بمصاحف، بأجزاء للأطفال الصغيرين، وبنشرف على التعليم في الثلاث مراحل اللي هم موجودين في اليوم بحاله. وبنشكر الحاج عبد الحكم اللي هو قائم على هذا المكان،
وموالي هذا المكان وموالي الأطفال الصغيرين والكبار. وهذا المكان خرج ناس كتير جدا حفظوا القرآن الكريم وتكرموا وخدوا شهادات وتكرموا وكرمهم. هذا المكان وهو الأستاذ عبد الحاج عبد الحكم عن أبوه عن جده، يعني جده كان حافظ القرآن وهو اللي كان متعلم في البلد وكان بيحفظ القرآن، وأبوه رحمة الله عليه كان برضه هو بيحفظ قرآن في نفس المكان في نفس البلد. يعني حابين إن حضرتك تكلمنا أكتر عن أجواء الحفل النهاردة، حفل التكريم، العاملين عليه إزاي مثلا النهاردة، يعني بتبتدوا إن أنتوا ترتبوها أو تنظموا الموضوع بحيث إن هو يعني يخرج بأفضل شكل؟ هو بداية بداية تحفيظ القرآن كانت فكرة نبع عن الحاج عبد الحكم بعد وفاة والده في سنة 91، وكان والدي رحمة الله حافظ لكتاب الله وكان من خطيب المسجد بهذه القرية. فكان الحاج عبد الحكم قال احنا خسرنا حاجة كبيرة جدا وهي تلاوة القرآن داخل البيت ده، فقال لازم ولابد أن يفضل تحفيظ القرآن وتلاوة القرآن في هذا المنزل إلى أن يشاء الله، بداية من الشيخ حمادة الصعيدي رحمة الله عليه إلى أن انتهى بنا الأمر لحضراتكم شفتوهم الأستاذة ليلى محمود والأستاذة هند. وبات عن زملائها بتقديم شهادات الشكر للسادة السيد محمود عبد الصمد علام رئيس المجلس. فبشمهن شيخ محمود تفضل. السيد محمود محمد غزال نائب رئيس المجلس. قبل ليلى تفضلي، قبل ليلى تعالي، قبل ليلى تفضلي. السيد عصام سلام الدين عضو امين سن المجلس. سقف الحاج عصام يا جماعه وسقف لكل الناس اللي شافونا النهارده. والآن مع المنشد الديني الجميل إسلام حلاوة، برحب بحضرتك يا إسلام. ربنا يخليك يا أستاذ، أهلا بيك. طبعا يعني إسلام أنت طلعت معنا قبل كده في برنامج يوم في الخير وطبعا ما شاء الله عليك. كلمنا النهاردة يا إسلام عن أجواء الاحتفالية بتاعتنا النهاردة اللي احنا بنشوفها. والله أنا مبسوط جدا، يعني مبسوط جدا بأهل بلدي ومبسوط بإخواتي الطلبة طبعا اللي حافظين القرآن، يعني دي حاجة تشرف جدا وأنا بتشرف جدا جدا بيهم قدام الناس. لذلك أنا حبيت طبعا وجودكم هنا عشان نطلع للدنيا كلها تبان إن في فكرة كومبيتين حافظة القرآن ما شاء الله ملائكة الرحمن زي كده ما شاء الله عليهم، يعني فربنا يحفظهم ودايما مشرفينا كده ان شاء الله باذن الله. وان شاء الله يعني في طبعا اكيد حاجات جديده طبعا وحاجات جميله جدا تحصل ان شاء الله تاني باذن الله، هتحصل قريب ان شاء الله تاني لكل طلبه تحفظ القرآن كان باذن الله. طبعا اسلام ما كانش ينفع النهارده. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا، طبعا بجد بجد يعني من اجمل التقارير اللي انا صورتها، وطبعا انا اولا بحب اوجه رساله شكر لكل القائمين على الحفله، وكان طبعا تم دعوتنا من قبل الاستاذه ليلى فوزي محافظه القران. طبعا الحفل كان برعايه الاستاذ عبد الحكم الشاعر، وزي ما سمعنا في التقرير انه ما شاء الله دار بتحفظ القران الكريم من عام 1991 يعني على مدار 30 عام. طبعا انا بحب ان انا أوجه كل الشكر للأستاذة هند برضو محافظة الدار، والشيخ طارق أبو يوسف، وشيخ البلد طبعا الحاج محمود، والمنشد الجميل إسلام حلاوة. شكرا جزيلا. ورسالتي بقى لكل حبايبي بجد اللي أنا فعلا كنت فرحانة جدا بيهم، إن شاء الله مزيدا من التوفيق والنجاح بإذن الله. ودلوقتي معانا طبعا في فقرتنا بدون محامي، وطبعا يعني اللي دايما بيبقى ستار معانا في الفقره دي هو المستشار القانوني طلعت ابو الفتوح سلمان، عضو المنظمه المصريه الدوليه لسفراء السلام والعلوم الانسانيه، وعضو باللجنه لجنه مكافحه الفساد والارهاب، والمفكر والكاتب. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا احنا النهارده معانا عنوان الفقره بتاعتنا في ضمن فقره بدون محامي هي اخطر الاسباب اللي بتؤدي الى عقوق الابناء للاباء. اولا كما تعودنا البدء بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا الدعاء. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ثالثا هي مداخله. هذه المداخله ليست من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي ولكن من داخل المدينة وفي هذا الاستوديو لمقدمة هذا البرنامج برنامج يوم في الخير للدكتورة مروة عبد الحكم. هذه المداخلة أتمنى إن شاء الله التوفيق ومزيد من التألق بإذن الله لحضرتك لاجتهادك وللحضور وللقبول. ده تمني وتوقع إن شاء الله تكون بين الإعلاميات الفضليات. ده توقع. ربنا يخليك. اتمنى من الله تحقيقه. شكرا جزيلا. هذا فيما يتعلق بالمداخلة. اما فيما يتعلق بموضوع الحلقه فانا في الحلقه السابقه كنت عرضت تحدي انا مش هقول لرجال الدين لان لفظه رجال الدين اعتقد انها لفظه غير منضبطه. هناك علماء دين لكن لفظه رجال دين أعتقد أنها لفظة غير منضبطة. والحديث مش هنتكلم في الجزئية دي. أنا كنت وجهت تحدي لعلماء الدين في مصر إن احنا نقعد النهاردة ونتقاسم إرث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المقاسمة إن احنا نوزع التركة. طيب حد يسألني يقول ما هي التركة؟ ما هي تركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب ده سؤال. هذا السؤال يستتبعه أو يتقدم عليه سؤال آخر وهو أنني في هذا الوقت أنا بعلم بأنني أحد ورثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والدكتورة مروة وريث. كل مسلم ومؤمن هو وريث. أنا النهاردة يا دكتورة مروة توفى إكس من الناس وترك تركة. هذه التركة عبارة عن عمارة وأراضي وسيارات وخلافه. الورثة بنفترض إن هم 2 أو 4 أو 15 لما بيقعدوا بيوزعوا تركة. ألف بياخد كذا، ب بياخد كذا، لغاية الأخير 15 بياخد كذا. بالتوزيع بيتم إزهاق لروح التركة. يعني إيه؟ يعني هي بيحصل لها عملية تناقص. إذا كانت 10 فدادين اتوزعوا على 15 كل واحد خد جزء. إذا فالتركة تناقصت. تناقصت ليه؟ لأنها تركت أحد البشر. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وجميع الرسل التركة هي قال الله وقال الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك ذهب ولا فضة ولكن هو ترك القرآن والسنة. هذه هي تركة كل من قال لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في الحلقة السابقة أنا كنت قلت لعلماء الدين إن هم يقعدوا ونقعد نتقاسم في توزيع التركة. هذا التوزيع بيتم هناك شخص متحدث على علم ده نصيبه أنه قارئ ولديه علم وهناك آخر نصيبه أنه بيتلقى هذا العلم زي والدي ووالدته والناس البساط. فهو بيتلقى التوزيع بتاع التركة بالاستماع لعالم هنقول لعالم الدين مش رجل الدين. فإذا الورثة هم طائفتين. طائفة لديها من العلم اللي هم العلماء بيقول اللي هو تعلمه وطائفة ليس لديها القدرة على هذا العلم ولكن هي بتستفيد بالسمع. فبما أن علماء الدين في مصر ليس لديهم أو لم يلقوا حظوظا
في هذا التوزيع فأنا بوزع التركة أنا والدكتورة مولا، ونوزع التركة أنا والفريق والمعدين ورئيس القناة. هذا التوزيع أنا بتكلم والدكتورة مروة بتسمع والمشاهدين بيسمعوا، وأتمنى أن تكون الفائدة لنا جميعا إن شاء الله. طيب البدء، ما هي أول أسرة على الأرض؟ جميل. هي أول أسرة عمرت هذا الكون هي أسرة سيدنا آدم، سيدنا آدم، أمنا حواء، أخونا قابيل وهابيل، وأخت جميلة جدا وأخت قبيحة جدا. تمام. دي أول أسرة يا دكتورة مروة عمرت هذا الكون. تمام. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن هناك جريمة قتل تمت من أحد أفراد هذه الأسرة على أخيه. السؤال، من هو السبب؟ لا شك أن القاتل هو في البدء عاق. طبعا. ده موضوع منتهي. طبعا. فبنعاود السؤال، ما هي أخطر أسباب العقوق؟ أنا من وجهة نظري أخطر أسباب العقوق هو أن يكون الأب عاق. ده أخطر أسباب العقوق، أن يكون الأب عاق، وعقوق الأب قد يكون بالترك والإهمال. سيدنا آدم ترك إيه؟ ترك عقوبة العاق. طيب معنى كلامي إيه؟ أو أنا هأثر الجزئية دي إزاي؟ هأصل الجزئية ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. دي آية. المستشرقون بيقولوا إيه؟ بيقولوا بأن هذه الآية بتدعو إلى الدم، لكن الحقيقة أنها بتدعو إلى وقف الدم. أنا لما بقول كلمة قصاص معناها إيه؟ قصاص معناها أن هناك جريمة بالفعل وقعت ولكنها مجرمة، وهناك رد فعل على ذات الجريمة بذات من ذات الجنس بتاع الوقعة ولكنها مش مجرمة. تمام. أنا بس معلش بدون مقاطعة لحضرتك عشان معانا مداخلة تليفونية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. والله أنا متشرف أوي 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 بالبرنامج وبضيوفك المحترمة دي أوي أوي. بشكر سيادة المستشار جدا 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 لحسن أخلاقه وأدائه ومعلوماته القيمة، وده برضو حسن اختيارك للناس المحترمة اللي معك. ربنا يخليك يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ربنا يخليك وبالتوفيق إن شاء الله. يا رب يا فندم إن شاء الله. حضرتك يعني عندك أي استفسار لسيادة المستشار؟ والله أنا نفسي يعني لو بعد إذن حضرتك يعني أستأذن من حضرتك أخذ تليفونه إن شاء الله عشان يبقى ليه تواصل معه. تمام. حضرتك ممكن تتواصل الكنترول بإذن الله وهيدوا لك الرقم إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. معلش أسف على المقاطعة. لا ده طبعا ده حقه. تمام. ده حقه علينا طبعا، وأنا شاكر لهذا الإطراء وأدعو الله أن أكون أهلا له إن شاء الله. إحنا قلنا كلمة القصاص معناه إيه؟ القصاص معناه أن هناك وقعت يعني جريمة قد تمت. تمام. طيب العين بالعين والأذن بالأذن. طيب إيه المطلوب مني؟ المطلوب أن الحاكم يقضي بعقوبة من ذات جنس الوقعة الأولى. يعني إذا كانت جريمة قتل يبقى اللي قتلت قتل. طيب لو سرق يبقى إيه تقطع؟ اللي هي الحدود اللي هي القصاص. طيب أنا النهاردة في الواقعة الثانية هي مش مجرمة. الواقعة الثانية هي قصاص لواقعة أولى هي في الأصل جريمة. طيب الواقعة الثانية اللي هي الحكم على القاتل بقتله
هذا الحكم ماذا يتولد عنه؟ بيتولد عنه ان مفيش جريمة اخرى بتتم، لان انا بخاف وغير بخاف، فبالتالي هناك ارواح بتبقى بتمام القصاص. طيب اذا كان ربنا سبحانه وتعالى بقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فيما يتعلق بالقتل، طيب أنا في أسرة وأنا أب ولي ابن بدر عليه بوادر العقوق وأنا سكت وما كانش لي رد فعل، يبقى أنا هنا اسمي عاق بالطرق. طرق إيه؟ طرق العقوبة. لأن احنا قلنا في الأول أن إذا حدثت جريمة قتل يجب الحكم بالقتل. طب الحكم بالقتل بيمنع جرائم أخرى تتوالى عن هذه الوقعة. تمام. فبالتالي أنا كأب لما يبقى في بوادر عقوق لأحد الأبناء عندي ويحصل بالنسبة لي طرق وهو عدم العقوبة لهذا الابن، أنا بقول أنني عققته قبل أن يعوقه، قبل أن يعقني. فعقوق الأب هي بالطرق. طيب ده معناه إيه؟ معناه إن هل الـ أنا بقول إن الـ إن الـ إن الأب يكون قاسي لدرجة إن هو يقتل أو يجرح أو الابن؟ لا طبعا. هنا العقوبة قد تكون في النصيحة، قد تكون في الحضن، قد تكون في معرفة أسباب هذه بوادر هذا العقوق. النهاردة لما أحد تفضل حضرتك كمل آخر. لا بس يعني عشان وقت البرنامج تمام. يبقى أنا هختصر الموضوع خالص. أن هناك قصة لسيدنا عمر بن الخطاب لما حد راح قال له إن ابني يعقني، فعمر بن الخطاب بعت لهذا الابن وقال له لماذا أنت عق لوالدك؟ قال له وما هي حقوق إلادة والدي يا أمير المؤمنين؟ قال له أن يختار لك اسما جميلا وكذا وكذا عشان بس الوقت. فكانت النتيجة أن سيدنا عمر بن الخطاب قال للأب اذهب يا هذا فقد عققت ابنك قبل أن يعوقك. فأنا بقول أن أخطر الأسباب لعقوق الأبناء للأباء والأمهات عقوق الآباء لهم ابتداء. طبعا هو الموضوع مش هتكفي حلقة، لكن ده ما شاء قدر الله سبحانه وتعالى. تمام ان شاء الله. طبعا يعني وانا يعني تعقيبا على كلام حضرتك انه بيبقى في حسم للموضوع من البدايه، ما نخليش مثلا الامر يترك بصوره كبيره وبعد كده ان احنا نيجي يعني نصلح الموضوع او كده. طبعا يعني معلش احنا طبعا بنعتذر في البقيه، لان طبعا هو عاوز يتفرد اكثر من كده، لان الموضوع يستحق اكثر من كده بكتير جدا. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. طبعا احنا في النهايه بنشكر حضرتك جدا المستشار القانوني طلعت ابو الفتوح سلمان، عضو المنظمه المصريه الدوليه لسفراء السلام والعلوم الانسانيه، وعضو باللجنه العليا لمكافحه الفساد والارهاب، والمفكر والكاتب. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. وطبعا انا مش هقول لكم يعني مشاهدينا الجميل ان الوقت بيمر بسرعه، لانه بالفعل بيمر بسرعه، مع وعد ان شاء الله بتكرر الموعد. انتظرونا كل خميس في 10 صباحا. ونحب نقول ان يوم في الخير هو دعوه لمساعده الغير، يوم في الخير بكرة أحلى والدنيا لسه بخير، يوم في الخير مبادرة من قلوب مليانة بحب الخير بحفظ الله.